صباح الخير أحبائي وأعزائي، قناتكم قناة الملكة والأمير التي تعبر بكل مشاعرها وكل حبها. صباح جديد، صباح أمل، صباح كل شريف لكل مواطنيها، مصريين وأجانب، مسيحيين ومسلمين، إخوة ومحبة. النهاردة جات لنا شوية بعض التعليقات الجميلة. الأخ جورج فاضل بيقول: حنان ترك إن كانت متعصبة لهذه الدرجة، ليه مثلت فيلم وهي بتلبس لبس الراهبات والصليب معلق على رقبتها في ذلك الوقت؟ هذا الفيلم رأيته أول مرة ولم أرى سواء. لماذا كانت هذه كل التعصبات؟ نحن في سوريا نعيش مع المسلمين مثل الإخوة ونعيد مع بعض، لماذا في مصر بالذات يوجد عنصرية وحقد؟ كله يرجع من الحكومة. الرب يهلكنا، فلتحيا سوريا وحكامها برئاسة حافظ الأسد المغفور له يديم بشار الأسد بسوريا. وعايزين نقول لك إن إحنا كمان كمصريين مفيش أي نوع من العنصرية ولا في أي نوع من الكراهية، كلنا إخوة وكلنا محبة، لكن صوابع كلها مش زي بعضيها، كل صابع بيختلف عن الآخر. الأخ هنا بيقول: الله محبة. عايدة بتقول، صديقة القناة بتقول: الله محبة وهادئ، إنسانة جهلة وليش بعدك المحبة؟ روحي وارحلي على بلاد التعصب. شكرا لتعليقك، وتعليق جميل، وربنا يباركك. في كمان جالنا كمان الأخ شانتل جوما، انا مش عارف اقرا لغته اللي هو اللغه اللي بيكتبها، بيقول ايه حرام مش عارف ايه انجاد، الحقيقه اللي مش عارفين، لكن نديك لايك وقلب. هنا درمز ده من الشخصيات الجميله بيقول: اصلي للرب يسوع المسيح ان يشفيها وعائلتها من كل مرض ويحميهم من كل خطر ويشرك عليهم بحبه ليعرفوا طريق الخلاص، لأنه أي قيمة لشفاء من مرض. شكرا لتعليقك، تعليق جميل. وهو دول المسيحيين الحقيقيين، لأن المسيح أوصانا أن نحب بعضنا بعضا. درميز بيكرر نفس الكلام تاني ونقول له: كلامك جميل. هنا ملك الكرتون بيقول: أنت مش عارف تتكلم، أنا آسف لو مش عارف أتكلم، يا ريت تعلمني أتكلم إزاي، عشان انا بتكلم عربي مش بتكلم لاتيني، ولكن شكرا على ذوقك وتعليقك الجميل. هنا هالة صديقة بتقول: في اخر الزمان راح يحاسبها المسيح بما يكفي. تتشاطر على المسيحية، ايه هي اللي اسمها حنان؟ والله انت فعلا يعني تعليقك تعليق جميل، ونقول لك شكرا ليكي على تعليقك، ونديكي لايك وقلب عشان انتي صديقة كويسة. الاخ امير بيقول: انا طول السنة لا اشتري كنافة الا في شهر رمضان، وبابا نويل لما بيوزع هدايا مش بيسأل الشخص عن ديانة الله، الله يسامحها. الله يسامحها فعلا امير، تعليق رائع وجميل وممتاز جدا، وبنشكرك على هذا التعليق. هنا في كمان الأخ هوني: الرب يسوع المسيح له المجد، طبعا له المجد وله كل القوة. وشكرا على تعليقك، تعليق جميل وحاجة حلوة جدا جدا. هنا ماركو بيك بحنان: الله يرحمك يا يوسف شاهين. وكفى، عايز يقول انها عملت حاجات كتيرة قوي مع يوسف الشاهين وحاجات مش كويسة، لكن هنكتفي بهذه التعليقات ونبقى نعمل كل الكلام دوت ونكمل. تعالوا النهاردة بصورة للسيد المسيح إلهام شاهين ترد على حنان ترك بعد تحريضها ضد المسيحيين. إلهام شاهين بتقول بصورة للسيد المسيح إلهام شاهين ترد على حنان ترك بعد تحريضها ضد المسيحيين.
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وظهرت إلهام برفقة ليلى علوي من أمام شجرة الكريسماس معلقة سنة جديدة عايدة على أعز رفيقاتي. علقت الفنانة إلهام الشاهين بعد تكريمها من نادي الروتري أثناء الاحتفال بنجاح مسلسل زي القمر، وجاء ذلك من خلال صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نادي الروتري يكرم إلهام شاهين بعد نجاح مسلسل زي القمر، ونشرت مجموعة صور عبر صفحتها أثناء تكريمها، وعلقت قائلا: شكرا على تكريم نادي روتري والاحتفاء بنجاح مسلسل زي القمر بوجود المنتجة الجميلة مها سليم. وندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة: تحية لأعضاء نادي روتري الذي يقدرون جيدا دور الفن وتأثيره في المجتمع. الفنانة إلهام شاهين من يعني جميلة جدا جدا. وهي كمان عندنا هنا لقاء الخميسي، الفنانة المحترمة برضو بترد على حنان ترك بعد تكفيرها للأقباط: بطلي قلة أدب. لقاء الخميسي ترد على حنان ترك بعد تكفيرها للأقباط بتقول لها: بطلي قلة أدب. فتحت الفنانة لقاء الخميس النار على الفنانة حنان ترك التي حرضت ضد الأقباط وصنعت فتنة جديدة بسبب شجرة الكريسماس. وردت لقاء على حنان ترك بكلمة: عيب بطلوا قلة أدب. وكانت حنان ترك طالبة المسلمين عدم التصوير مع شجرة الكريسماس أو الاحتفال بأي مظاهر مع المسيحيين، لأن الكريسماس ضد عقيدتنا أو عقيدة المسلمين، حيث قالت: بلاش نحتفل بيه، وما تتكسفوش إنكم تقولوا للناس ما ينفعش إحنا كمسلمين نحتفل بالكريسماس. الناس اللي بتقول إحنا بنحتفل بألسنة ألسنة جديدة ومش في دماغنا حاجة والكلام ده، أنا حبيت أوضح إن دي عقيدة ومش مسموح التساهل بيها، وإن الكفار لما كانوا بيعبدوا الأصنام هم عارفين إنها لا تنفع ولا تضر. علقت الفنانة الجميلة لقاء الخميسي وهي زوجة اللاعب محمد عبد المنصف قائلا: بس اسكتوا شوية، بطلوا قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفير. يا بني آدمين، هو الله ولاكم خليفة له ليه في الأرض؟ بس كفاية جهل، كفاية أحكام، كفاية تعنت. كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتي، وملوش الحق يعلق عندي. انا اصحابي مسيحيين اتربيت معاهم وكلت معاهم عيش وملح، وما سمحتش بالتجريح قبل ما تفتح بقك بالتكفير والوقاحة. اقرأ وفكر وشغل عقلك. احنا كمسلمين تعدداتنا في العالم كله لا يزيد عن 33%، بقية الناس كلها كفرة وهتدخل النار. واختتمت تعليقها: وسيادتك بألفاظك الجريئة وكرهك وحقدك وغضبك هتدخل الجنة. محدش ليه الحق يهين أصدقائي المسيحيين وأيا كانت ملتهم أو جنسيتهم. الأمراض دي مش مقبولة إطلاقا، كفاية بقى قلة أدب. حاجة تانية، النهاردة قرار جالنا وصلنا له بنقل سما المصري، الفنانة الهزيلة الغير المحترمة اللي ما احترمتش بلدها، إلى زنزانة حنين حسام ومودة الأدهم. القرار جه بنقل سما المصري إلى زنزانة حنين حسام ومودة الأدهم. نقل سما المصري إلى زنزانة حنين حسام ومودة الأدهم بسجن النساء في القناطر. الراقصة الهزيلة الاستعراضية أبدت ارتياحها بعد نقلها من عنبر السجينات الجنائيات. قال مصدر مقرب من الراقصة الاستعراضية سما المصري محبوسة إنه تم نقلها من عنبر السجينات
الجنائي إلى عنبر سجناء المحبوسين على ذمة قضايا الآداب. وأشار المصدر في تصريح خاص لأهل مصر إلى أن سما كانت مودعة بغير الجنائيين منذ إلقاء القبض عليها، فتقدمت بتظلم لمأمور القسم السجن التمست فيه نقلها وإيداعها في العنبر المخصص لنوعية القضية المحبوسة على أثرها وهي زنزانة الآداب. ونوه إلى أنها تمكس الآن في الزنزانة اللي موجود فيها فنانة التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم، وهو الأمر الذي سبب لها حالة من الارتياح النسبي قليلا نتيجة لما وصفه المصدر بحالة الضيق اللي كان بتسيطر عليه هذه الراقصة. كل سجين يحصل على حقوقه وفقا للوائح السجن على الوجه الأمثل. واختتم المصدر بيشير إلى أن تلقى سما المصري عدد من الزيارات من جانب ضيفتها وزوج شقيقتها على مدار الأيام الماضية. وأشارت مصادر مقربة من سما المصري إلى أن حالتها النفسية والمعنوية بدت مرتفعة نوعا من آخر زيارة بعد تصالحها في قضايا مرتضى منصور وقرب انتهاء قضية سب وقذف ريام سعيد بعد الاستشكال التي تقدمت به لوقف تنفيذ الحكم بحبسها 6 أشهر. ونقل المصدر عن سما المصري في آخر زيارة: نفسي أخرج من السجن وهمشي جنب الحيط، أنا اتعلمت الدرس وتابعت الفترة اللي فاتت دي كانت كلها مشاكل ليا، ولما هخرج ماليش دعوة بحد خالص، ولا هتكلم في سياسة ولا غير سياسة، ومش هعمل مشاكل تاني مع حد. وتمنت سما المصري أن تنتهي فترة حبسها على خير لتخرج وترى النور وتعيش بحرية جديدة. هذا ما تم نقله. كمان عندنا خبر جديد وهو القصي يساب وتأملاته الروحية في التسبحة الكيهكية. عايز يقول القصي يساب ايه؟ الخطية هي من طبعي، وانت طبعك الإحسان، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. يعني كم مرة شعرت بداخلك بمشاعر غير نقية باتجاه صديقك أو جارك أو حتى أخيك؟ وكم مرة تمنيت له الشر أو حتى الموت لأحد الأشخاص الذي تصرف معاك بطريقة مش كويسة ومحطمة؟ لما بتمر بهذه الحالة أو بهذا يعني الاختبار، تذكر غفران المسيح لك حينما كنت مثقل بخطاياك، ونظر إليك نظرة محبة وقال لك: مغفورة لك خطاياك، اذهب ولا تخطئ أيضا. هل تستطيع أن تتصرف في هذه الظروف كما تصرف معلمنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ هل تستطيع أن تقدم حياتك كذبيحة حية مرضية أمام الله لكي تكون قدوة في المحبة وفي الغفران وفي التواضع أمام الله والجميع؟ كلمة الله تعلمنا بوضوح: البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا. مش هكتفي بهذا الكلام لأن قناتنا هي شاملة مسيحيين ومسلمين. خبر تاني: مارتينا خلف متغيبة منذ أكثر من شهرين ولم تعودوا حتى الآن، وأهلها هيموتوا. الخبر بيقول: زادت حالات الاختفاء هذه الأيام بكثرة. لم تكن فتيات القبطيات فقط، بل الشباب الأقباط أيضا. فكل يوم تلو الآخر يختفي شاب مسيحي أو فتاة مسيحية جديدة، ومنهم من يعود ولكن الكثير منهم لا يعودون. وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ حوالي شهرين صورة الضحية الجديدة، وهي الفتاة المسيحية مارتينا خلف المقيمة بمحافظة المنيا. وقالوا: برجاء من يعثر عليها يقوم بالاتصال على هذا الرقم اللي هو 012-2356-0277، وهو اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر. تداولت مرمورة ايمو صور مارتينا وعلقت عليها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: البنت دي اسمها مارتينا خلف فرج الله من المنيا، متغيبة بقالها أكتر من شهرين، أهلها يموتوا عليها حرفيا، اللي شافها أو أي حاجة يا ريت يبلغنا. أصبحت ظاهرة اختفاء المسيحيات والشباب
المسيحي كبيرة جدا، فلا يمر يومان دون الإبلاغ عن اختفاء فتاة أو سيدة مسيحية أو شاب مسيحي في ظروف غامضة. ورغم تحرير محاضر رسمية باختفائها، إلا أن الأمر أصبح روتيني، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة لتحديد أسباب تزايد الاختفاء خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أنه بيتم الوصول إلى بعضهن والكثير منهن ما زال مصيرهن مجهول. نحن لا نعلم ما يحدث كل يوم تلو الآخر، تختفي فتاة مسيحية وتمر الأيام وتعود الفتاة بدون أي تفاصيل، أو حتى تحمي الفتيات الأخرى ولا يحدث مثل ما يحدث معهم. ومنهم فتيات لم تعد، وهناك فتيات مختفية منذ شهور كثيرة ولم يعودوا حتى الآن، وهذه المرة ليست فتاة فقط بل أسرة مختفية. هي البنت دي اسمها مارتينا، ومرفق لكم الصور والبيانات. عندنا خبر تاني جديد، وهو الخبر اللي بيقول تحذير خطير من زينة الكريسماس فيها سم قاتل. أيام قليلة وتحل علينا أعداد الكريسماس، وتعد مظاهر الاحتفال المتعارف عليها وهي تزيين أشجار الكريسماس، وربما لا يخطر على بال البعض إن هذه الزينة فيها سم قاتل لاحتواء على بعض المواد الكيميائية الضارة. ووفقا لموقع بولد سكاي الهندي، تحتوي الحلي والزخارف المتواجدة على شجرة الكريسماس على مواد سامة بسبب تشبع الزينة بعنصر الرصاص، لذا يجب عدم السماح للأطفال باللعب بها. إذا إنه من السهل أن يخترق الرصاص الجلد من خلال المسام ويمتص عبر الفم ويسبب تلف في المخ والكلى، بجانب ضعف العضلات والتأثير على الجهاز العصبي. ويمكن لتلك الأشجار التأثير على الجهاز التنفسي لاحتوائها على مواد كيميائية سامة، وهي مركبات تؤدي إلى أضرار بالغة بالجهاز التنفسي، فهي في غاية الخطورة على كل من الأطفال والنساء لضعف جهازهم المناعي مقارنة بالبالغين. ويجب أن نغسل يدينا باستمرار عقب استعمال زينة أعياد الميلاد، تحسبا من أن يكون في تكوينها عنصر الرصاص. لكن يجب إبعاد أطفالنا ونسائنا الحوامل عنهم تماما، لأنه يتسبب في الإجهاض والإصابة بالعديد من الأعراض الجانبية الأخرى مثل الدوخة وآلام في البطن والقيء، والتي تلزم تدخلا طبيا على الفور. ولتجنب سموم الزينة، يجب تعليق الزينة بارتداء قفازات وصنع الزينة في المنزل لتفادي شراء الزينة التي تحتوي على أي مواد كيميائية، إما لا واختيار المفروشات الطبيعية بدلا من الصناعية لضمان خلوها من المواد الكيميائية، وهذا ما تم نقله. خبر، وهو ربما يكون الخبر الأخير، وهو استجابة محافظ بني سويف لمريم عاطف التي استغاثت من زوجها اللي ضربها علقة موت. استجاب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لاستغاثة مريم عاطف، وقام بتكليف شيماء كرم مديرة وحدة شؤون المرأة بالذهاب إلى بيتها للقائها وبحث حالتها على الطبيعة ليقدموا لها المساعدة اللازمة. كما أكدت لمريم عاطف أن صوتها اتسمع ورسالتها وصلت، وسيقوم المحافظ بمساعدتها حتى تخرج من محنتها. وكانت هذه الفتاة المسيحية مريم عاطف شكري استغاثت استغاثة عاجلة من خلال بث مباشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: أنا مريم عاطف شكري، عندي 30 سنة، من بني سويف، متجوزة من فيكتور سامي شوقي سامي، وأسفة جدا على المنظر اللي انتم شايفينه ده. وحكايتي هي إني متجوزة من 10 سنين، وللأسف عشت عيشة الجواري، وقبلت بكده عشان خاطر كنت بصدق المعتقدات الراجعية. وقالت اللي هي حافظة على بيتك وأولادك، وأنت شمعة تحترق من أجل الآخرين، وكنت للأسف مصدقة هذا الكلام، وقلت أبقى زوجة صالحة. أنا كنت عايشة في سجن، وكان ممنوع إني أطلع البلكونة، ممنوع أتصل بالسوبر ماركت عشان عيب يسمعوا صوتي في التليفون، دي سفالة وقلة أدب، وقلت بكرة يتغير ويبطل إدمان. لكن لقيت إن استحمالي 10 سنين دمر نفسية أولادي،
بسبب انهم كانوا بيشوفوني بنضرب قدامهم، واهله بنفسهم كانوا بيقولوا لي احنا مش قادرين عليه، انت مستحملة ازاي؟ اطلبي النجدة. وقلت ازاي احبس ابو اولادي الاربعة اللي اكبرهم 9 سنوات، الى ان وصل بنا الحال انه بيرفع مطوة على رقبتي ويخفي من رقبتي ويخنقني من رقبتي. وكنا قاعدين في بيت والدتي عشان كان متخانق معايا. طبعا الكلام ده يعني شيء مش كويس. المهم وبعد كده لقيته كان متخانق مع والده، وبعد ضربي وبهدلتي وتكتيفي قلت له انا مش هعيش معاك تاني. فكان تهديدات على طول انه هيولع فيا وانا هعمل واسوي بيكي. والد فجينا النهاردة نزلت اجيب طلبات اولادي، وانا طالع البيت لقيته قدام باب الشقة، وفضل يضربني على دماغي لحد الدم ما غرق السلم، وسرق مني مفتاح الشقة ونزل يجري. وهو عشان جوزي من حقه يعمل معايا كده، وعشان احنا مسيحيين حرام اتطلق. ولما رحت النيابة لقيته جايب ميكروباص جايب بلطجية، وهددني ان لو اشتكيته هيرشني بمية نار. شكرا ليكم احبائي واعزائي، واسف على هذه الاخبار اللي احنا سمعناها. لا تنسوا اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والامير التي معكم دائما بقلبا وقالبا، وكل عام وأنتم بخير.